طيب ننتقل الآن إلى سوق العمل. سوق العمل يمكن ما مر على المملكة هذا التطور فيها، هيكلة، إعادة هيكلة، إعادة هيكلة إلى التعليم نفسه، ربط كل المؤسسات وكل الوزارات تحت مجلس واحد، وبالتالي أصبح القرار واحد وسريع ليتواكب مع سرعة السوق السعودي من حيث التوظيف ومن حيث غيره. حدثنا عن هذه النقطة. يعني شوف، المملكة العربية السعودية كما ذكرنا احنا انه انت لا يمكن تصل الى هذه القدرة او هذا يعني التميز في العمل، وزي ما تفضلت اللي ربطه بالمجلس، يعني ربطه بالاقتصادي والسياسي. نعم، المجلس الاقتصادي والسياسي، يعني ومتابعة جميع ما يتم من انجازات، ما يتم من تطور، حتى ايضا متابعة اسباب التأخير. إذا كان هناك تأخير لابد أن يتم متابعة، على مصداق كلامك أستاذ طارق، أنه لأنه المتابعة الآن أنه يتم استشراف ومتابعة جميع ما يتم في أعمال الوزارات، أنه لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى من التقدم والمتابعة إذا لم تكن أنت أصلا مزود بتقنية هائلة وسريعة تستطيع أن تتابع هذا الأمر. وهذه من مظاهر هندسة الإدارة. نعم، يعني هندسة كل الإدارات تقريبا. نعم، يعني الآن عندنا في المملكة العربية السعودية كل شيء تستطيع أن تخلص إلكترونيا. يعني خليني أقولها بكل صراحة، يمكن أنت وأنا من متى ما رحنا للأحوال المدنية؟ صحيح، ما لحقنا أيام زمان. أي الأحوال المدنية هذه ثلاث أربع سنوات بس وانت نعم، وكل شيء تسويه. يعني انا عندي يعني عامله وتوني مسوي خروج وعوده وانا جالس في البيت، يعني خروج وعوده وتسدد الرسوم وانت الموضوع، وانت جالس ولا حتى ما يحتاج اصلا تطبع ورق، حتى يجيك رساله يقول لك ما يحتاج تطبع ورق، هو كل شيء موجود عن طريق اذا جيت تسافري، وموجود عن طريق الموظف في يعني يا ستار وين تلقى التقنيه هذه. فايضا هذا الامر انعكس على تطوير الأعمال. نعم. تطوير الأعمال وإنجاز الأعمال. يعني الآن المتابعة ما خير يحتاج البيروقراطية السابقة أنها موجودة، يعني المتابعة لا الآن يمكن أن تنتهي. نعم، يعني المتابعة الآن ما يحتاج أني أجي والله أجي أكلم الوزارة الفلانية، تعالوا ترى عندكم اجتماع الساعة الفلانية وجيبوا الملف وجيبوا الأوراق، ما يحتاج، خلاص اللي عندك أرسله لي وأنا أشوفه وأتابعه، وإذا عندي أي مش أي متابعة أو شيء أنا أرسل لك، إذا في تأخير أرسل لك، تعلمني أسباب التأخير. سرعة الاتصال. أنا يعني. نعم، أنا أقد إذا في عندي مثلا تبغاني أساعدك في شيء قل لي أنا أساعدك، أوجهك، أعلمك، إذا عندي أنا اقتراح أقترحه عليك. هذه ولله الحمد يعني من الأمور اللي يعني ولله الحمد يعني استطعنا أن نطورها مع رؤية المملكة الجديدة الذي حتى وصلنا إلى هذا المستوى من التقدم. الآن ولله الحمد يعني المملكة العربية السعودية لديها كافة الوسائل التقنية يعني اللي تؤهلها أنها تكون أو تتسلم الريادة على مستوى العالم. على فكرة أستاذ طارق، تدري أن في بعض الدول المتقدمة، إحنا ما نبغى نسمي بالأسماء، بعض الدول والله المتقدمة جدا، أن الجواز الآن تقدم عليه يدوي، انه تقديم الاوراق المهمه لازم يدوي، لازم الاوراق ولازم كذا. نعم نعم، انا الرخصه على فكره، الرخصه انا طلعتها من سنه ما طبعتها، ما احتاج اطبعها اصلا، هي موجوده الان معي في الجوال في توكلنا، خلاص اجي افتح توكلنا شوف هذه الرخصه موجوده وانت الموضوع، ما يحتاج تطبع. يعني حتى نظام الطباعه القديم اللي روح اطلع راجع الجهه يطبعونها لك، انتهى الموضوع، خلاص كله الان الكتروني، رخصه اي شيء يخطر على بالك موجود، كله موجود الان معك بالجوال. وللمعلوميه والله العظيم قبل ما اجي لك، تدري انا وش كنت مسوي قبل شوي؟ والله قبل ما اجي لك كان عندي وكاله بيع بيت، والله اني مسويها وانا جالس في البيت انا وانا بعض الاقارب، عملنا الوكاله واحنا جالسين، خلاص وجتني الرساله. نعم، تم توكيل فلان، وانا جالس ابيع البيت ابيعه، الان يجيني الموثق في البيت، صح، يجيني وانا جالس ينهي العقد. يعني الامور هذه بصراحه استطرق، لو كنت تسولف فيها مع احد اول يقول لك مستحيل، وين اول الصك؟ احنا نذكر الصك طوله كيلو. صحيح والله العظيم. الان ما شاء الله الان لا في صك ولا في كلام فاضي ولا شيء، حتى ما يحتاج تاخذ صك، الصك يجي في توكلنا. بل الزواجات الان اصبحت يعني بالكترونيه تماما،
ويكون عنده حتى شو اسمه بصمة الإصبع المأذون وما عاد في أحد يلعب بالثاني. لا أنت لما قلت ولا يدخل لك. لا عاد اعذرني يا أستاذ طارق، أنت يوم قلت اكتروني أنا أحسب أنك تقصد الزوج والزوجة، قلت لا 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 لا, 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 لا.